الجلسة الأولى من الدورة ديال مايا 2021 اللي كانت مبرمجة واحد عدد ديال النقاط في جلستين. اليوم الجلسة الأولى كان أبرزها هو عرض الحصيلة، حصيلة مجلس طبيعي الحال المدة الانتدابية ديال 2015-2021 اللي كانت مهمة جدا، اللي كانت من طبيعة الحال تطلعات ديال السكينة كبيرة كبيرة من الشهادة اللي انجزنا، ولكن انجزنا ما اللي قدرنا عليه الله اللي كيقول الناس اننا نجزوه من طبيعة الحال بشراكة مع مجموعة ديال الشركاء ديالنا مؤسسات ديال الدولة اللي داروا الثقة في هذا المجلس هذا ودخلوا واحد العدد ديال التمويلات وانفذوا كذلك مشاريع للتراب ديال الجماعة ديال القليعة. هذه الحصيلة اللي وعدنا بها الناس انها غادي تكون في اخر ولاية ونفذنا الوعد ديالنا اليوم، درنا الحصيلة هذه وغادي تعرض من طبيعة الحال للساكنة، هو تمنا قدرها المباشرة وتعرض كذلك للساكنة ديال القليعة لكي من طبيعة الحال تقيم ما انجز التراب ديال الجماعة هو ايجابي ام هو سلبي. طبيعة الحال باقي القليعة خصها الكثير والكثير جدا، لذلك في النقطة ديال برمجة الطفائد برمجنا كل ما نتوفر عليه من تمويلات في الفقرة ديال تهيئة الطرقات، لأن القادم من المشاريع الآن هو تهيئة الطرقات والأزقة ديال الأحياء اللي في حالة كارثية ما تصلحش تل المرور ديال العربات عسى كنا يمروا من الناس الراجلين، لذلك برمجنا في الطرقات. وهذه برامج الحمد لله، وكاين برنامج اللي هو مهم جدا هو منطقة لوجستيكية والحي الصناعي اللي غادي يعطوا دفعة الميزانية ديال القلعة ودفعة كذلك للمجال ديال التشغيل بالجامعات الترابية ديال القلعة. ولنا موعد كذلك في الجلسة الثانية إن شاء الله مع الدراسة ديال الصرف الصحي لبقية الأحياء والأزقة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة أمينة دجاج نائب رئيس مجلس الجماعي القليعة، مفوضة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اليوم قدمنا كمجلس حصيلة عمل 5 سنوات. هذه الحصيلة هذه اللي تنفتخروا وتنعتزوا أننا شاركنا وساهمنا في الإنجاز ديالها. نقدمها اليوم للساكنة جوابا على التطلعات ديالهم، وإن لم نستطع أن نجيب على جميع التطلعات لأن ساكنة القليعة تستحق الأكثر وتستحق الأفضل، ولكن قدمنا ما يمكن تقديمه من منجزات. تيبان لكم من خلال الحصيلة أن البنية التحتية يعني خدات واحد الحيز اللي هو كبير من الحصيلة، وبارز كذلك الجانب الاجتماعي اللي أنا أفتخر بالاشتغال عليه من داخل المكتب ومن داخل اللجان ومع باقي الأعضاء المجلس ككل. أغلبية ومعارضة الكل ساهم ولله الحمد، شركائنا الدائمين يعني جميع الشركاء اللي ساهموا معنا بالقطاعات الحكومية الكل ساهم ولله الحمد في هاد الحصيلة هذه، والكل تنشكروا من هذا المنبر على التعامل الجيد مع جماعة القليعة في إخراج وفي يعني في إنجاز هذه المشاريع اللي هي مهيكلة ومشاريع اللي اجتماعية محضة تنوجدوها كذلك في الحصيلة، مشاريع ثقافية يعني واحد التنوع كبير ديال المشاريع والاشتغال المتنوع كذلك على جميع القطاعات. فتحية لجميع الشركاء والمجتمع المدني الذي كان مشاركا في بناء برنامج عمل واللي اليوم حققنا فيه نسبة عالية واللي هي 77% من برنامج العمل اللي كان كل الشركاء وكان بشكل تشاركي، ولله الحمد راه وصلنا واحد النسبة كنا نأمل أننا نوصلوا ل 100%، ولكن نسبة 77% نقول أنها مشرفة ونفتخر ونعتز بالاشتغال ديالنا والمشاركة ديالنا في هذا الإنجاز هذا. وتحية للجميع ورمضان مبارك للجميع.